بالسلامة الناس الكل، نتمنى تكونوا بخير وفي صحة جيدة. كما تشوفوا فيا أنا زادة ملتزم بالحجر الصحي وشدد بالدقة، إن شاء الله أنتم زادة تكونوا ملتزمين وشادين بيعكم. مرحلة صعيبة تعيشها تونس ويعيشها العرب كله، أما أكيد نجموا بخطار المرحلة هذه تكاتفوا الجهود وكملوا تلتزموا بتعاليم ونصائح وزارة الصحة. أكيد زادة كل تونسي وتونسية شادين بيعهم في المرحلة هذه قاعدين يتعلموا ولا يعملوا في حاجة جديدة، هذا هو المطلوب في المرحلة هذه. أكيد زادة فرصة تتكلم فيها أحبابك وفرصة تتكلم فيها أصحابك. باش ما نعطلش عليكم ياسر، في الفيديو اللي باش تشوفوه توا مجموعة من أصدقاء من تونس ومن خارج تونس، يحبوا تونس ويحبوا جزيرة الأحلام جربة. كل واحد فيهم من منطقة أو من بلاد اللي هو يسكن فيها حاب يوصل رسالة لأهل تونس ولأهل جزيرة جربة. إن شاء الله الفيديو هذا ينال عجبكم، إن شاء الله تونس بخير وإن شاء الله غدوة خير، وإن شاء الله رمضان الفضيل يعدي مع أحبابنا وأصحابنا، وإن شاء الله ديما في خير. مرحبا الاعلامي سامي اليسر، كما تراو شاد الدار ملتزم بالحجر الصحي وان شاء الله تتعدى الازمه هذه على خير. نسيسروا احنا الناس كل وين ما كنا، كل نطلب منكم انكم تلتزموا بالحجر الصحي، تقعدوا في دياركم ما تخرجوا الا في قضيه لازمه وقضيه مستعجله برشا، وفي ساعه في ساعه ونرجعوا لديارنا ان شاء الله بعد مده صغيره برشا تتعدى الازمه هذه على خير ونرجعوا لجربه المزيانه، نرجعوا نعملوا دوره في جربه وبلايصها المزيانه برشا، نعملوا برشا سيلفيات وبرشا ستوريات في جربه المزيانه برشا برشا. عسلامة، أنا سيرين من بوسالم ولاية جندوبة، إن شاء الله تكونوا بخير ربي العباد الكل، وإن شاء الله تكونوا شادين دياركم رادين بالكم على روحكم وعلى العباد اللي تحبوهم، باش هكاكا نتقابل العباد الكل في جرب العز الغالي السنة ونعملوا برشا جو. بالنسبة للستوديون ولي فيتور ستاجير ما تنساوش تبعوا لي كورون لي سيرتيفي باش هكاكا تعبوا السي في نتاعكم وتلقاو روحكم حاضرين جوست بعد الكونفينمون. إن شاء الله ربي يحمي تونس وإن شاء الله نتقابل السنة كلنا في جربة. عسلامة، اسمي ميسان بن يوسف مقلي بولاية نابلس، نسلم ما كنت وصفت مع الجربة كما تشوفوا فيها أنا قاعدة نصور ما فيها بيس كان لقيت هذا كل واحد فينا يتعلم حميجة إيه شفتوا الشد الذات إيه باش نحمي بعضنا والعزيز علينا. دونك أنت يا جربي عزيز علينا خم في روحك وفينا شد دارك باش نحمي أمك وبوك العزيز عليك وصغارك، وهكي كان زوروكم في السيف وإحنا عاملين كيف. عسلامة، أنا سرور جربة يا مريش في تونس. اليوم نحب نشكر برشا يوبي على اللي تحكونا هذيا. اليوم باش نحكيو على الكونفينمون كلش كيفاش قاعد يعدي فيه، ما بين خدمة تيلي سبور نوم فاتيك. أمينة، اليوم جيت باش نحكي معك أنت اللي ما تخافش على روحك، خاف على أمك، خاف على أبوك، خاف على الناس اللي عزيز عليك، خاف علينا، خاف على بلادك. هذي مهنة إن شاء الله باش توفى وكلنا نخرجوا منها، أما يا وينك اللي نخرجوا منها وإحنا خاسرين ناس عزيز علينا. دونك شد دارك واحمي روحك واحمينا احنا، وان شاء الله يا ربي توفى هالمحنه ونعاود نخرج ونقابل الناس اللي نحبوهم ويحبونا، ويا ربي تونس بخير وجربه تكون ديما خير، وانا نحبكم برشا. السلام عليكم، انا منى معيادي من صفاقس، استاذ شباب وطفوله نخدم ومقيم بجربه. اللي يقول جربه يقول جزيره الاحلام، اللي يقول جربه يقول جربه لادوس، جربه اللي تم اختيارها ضمن قائمه التراث العالمي اليونسكو. صحيح سجلت أكبر عدد من الإصابة بالوباء عفونا عافاكم الله، وهذا مش باش يكون إن شاء الله مشكل، بالعكس باش يقوي اللحمة بيناتنا واليد في اليد باش نتجاوز المحنة من خلال التزام توصيات وزارة الصحة. وفي الآخر نحب نأكد أن التونسي للتونسي رحمة، وتوفى الأزمة ونقول لكم بالجربي إيجوا بدينا يخلي لي قدكم تشدوا دياركم. سلامة، أنا مريم من بنزر، حبيت نقولكم إن الفترة هذية إذن الله تتعدى ونرجع لحياتنا العادية كما قبل وخير زادة. الحجر الصحي نتاعنا نجمو نعديوه برشا حاجات، مطالعة، أفلام، سيريات، ولا أي موهبة عنا نجمو زادة نكتشفو مواهب جديدة فينا وكنا ما نعرفوهاش. ما ننساوش زادة باش نستغلو اللحظات هذه مع العائلة ونسألو على الناس والغالين علينا وأحبابنا البعاد ونطمنوهم، نبعثو برشا موجات إيجابية ونشدو ديارنا وبإذن الله تتعدى. نحب نقول زادة اللي جزيرة الأحلام جربة باش ترجع كيما قبل وخير، وباش نزوروها وباش نشوفوها كيما كانت وأروع. شدوا دياركم. عسلامة، وإن شاء الله نهاركم زين. أمل من الجزيرة، نحب نقول لكم إنه تونس باش ترجع لاباس، تونس باش تبرأ، باش يجي نهار اللي باش يخرج فيه وزير الصحة ويقول لنا مبروك يا توانسة، تونس الاستثناء مرة أخرى، تونس براد، باش نرجعوا نسمعوا لطفي بوشناق وفيروز وغيره في القاوي، باش نرجعوا نشموا ريحة الياسمين الثنية، باش نرجعوا نضحكوا ونتلموا ونسلموا ونبوسوا، أما من هنا لوقتها بربي شد دارك، بربي شد دارك وخاف على الغاليين، أعمل سبور، أقرأ كتاب، أعمل إيه تحب، المهم شد دارك.
وان شاء الله تونس لذيذة وان شاء الله شفاء. انا جيهان من تونس. الكونفينمون كيما الاوقات تحب الكل كما نجم عليهم كان بالالمان البونسي الجلطة وقلنا نيتو محل مش انا نجيك في السيف نصور على حياتك المزينة. اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس كل الاشياء اصفر مهدوي كله توم والبصل شد دارك علموا لكم اساسيات الحرف كيما التطريز النسيج الرسم بالنسبه للحرفيين التكفه التصميم الجديد كنا نعرفوا قبلها برشا وقت وصبر راجعوا روحكم تعلموا مهارات جديده نظموا افكاركم اهدافكم هذه فرصتكم وباش كيف نخرجوا نحب الناس الكل ادعوهم تاكل في الشباتي البريك القرنيط البسله نجموا بها بالعنب بالدلع عملوهم الكل السلام. عسلامه خوله من القروان اتيديونت ماستر غوشيش روبوتيك كما تشوفوا في الدار ملتزمة بالحجر الصحي إن شاء الله يا ربي تويس الكل نكونوا ملتزمين بالحجر الصحي نتاعنا ما نخرجوش كان للضروريات القصوى باش ناخذوا حاجتنا نرجعوا فيس على الدار زيدا إن شاء الله يا ربي تتعدى الكونفينمون هذايا لاباس وإن شاء الله تتعدى البريود هذايا لاباس ونرجعوا لحياتنا الطبيعية ونرجعوا زيدا للصيف نتاعنا المزيان ما تنسيوش عندنا جربة وجرجيس وبرشا بلايص مزيانين نجموا نصيفوا فيهم. السلام عليكم مسهم من ولايه منوبه نسلم عليكم الناس الكل وشكرا نتمنى على صحتكم ان شاء الله تكونوا لاباس وان شاء الله تقعدوا لاباس مادامكم قاعدين في دياركم باس قاعدين في دياركم نسلم على اهالي جربة الكل زادا وان شاء الله بعد ما توفى الفتره هذه نطلع عليكم عليك ونجي نكامبي كالعاده في جربة ونعمل جو الناس الكل ونبحر ونخرج ونلعب ونعمل القهاوي وان شاء الله نشوف بعضنا بخير وسلام صحتكم. عسلامة الناس الكل يخونوا في حلقة قايدة في كشافة التونسية جات مدين نتمنى الناس الكل تكونوا بخير نتمنى زادة ان انتم شادين جاركم وحامين رواحكم وحامين الناس الاخرين انا اليوم متطوعة دونك في لجنة مجابهة الكوارث باش نحميو الناس الكل باش ما تسحقوا حتى شيء ان شاء الله يا ربي في اقرب وقت يرجع لنا كل شيء كما نحبوا احنا يرجع لنا جربتنا سيرتو مزيانة نرجع نصيفوا في جربة كالعادة يا رب ان شاء الله. عسلامة انا مرام رزمي حبيت نجي نقول لكم احنا مشينا في الماضي بشكل فرحان حتى تفرق في دارنا قوم فيك احلى بتشرب من الليل امك ابني احلى لو قحلة تشرب من الليل كنا ما تعرفش شو ما كان القعدة مع امك وابوك واخواتك الفرحة تزيد اكثر من القعدة تحت الحلول النصيحة مع امك احلى من الف نصيحة تاخوها من الشارع مش قادرة تباركم فيها خلالكم ليش تيجي شي خوي جلد لك زعيمة تفرق من جلدة جزيرة احلى ان شاء الله نشوفك خير استحفظ على روحك واستحفظ على عمرك. مثلا بوديدا نشط المجتمع المدني في جرجيس صحيح بلادنا كيما العالم الكل قاعدين نعيشوا في ازمه انا نقول تربي بوعي اهالينا بوعيكم باش نتجوزوها ان شاء الله في دياركم في ديار راهم نجمو نعملوا برشا حاجات نجمو نطالعوا نجمو نعملوا شويه رياضه نجمو نعملوا دي فورماسيون اون ليني ميساج اهالينا في جربه استحضر روحكم استحضر بلادكم ان شاء الله نقول تربي موعدنا في كامبين جديد بحذاكم ان شاء الله وتفرحوا بينا فيها. عسلامة الناس الكل معكم غفرة نهديدي من ولاية الكاف بين الكتب والتطيب والتنظيف والتعقيم هكا يتعدى نهاري أهم حاجة نحاول نخفوا من القلق ومن التوتر ونعبوا نهارنا بالحاجات اللي نحبوهم لأنه أصح حاجة في المرحلة هذية هو أننا نلتزموا بالحجر الصحي نشدوا ديارنا ونطبقوا التعليمات هكاك إن شاء الله نتجاوزوا هالمحنة مع حبيبنا وأصحابنا نرجعوا ندوروا بلادنا ونمشوا إن شاء الله الجربة ونتقابلوا فيها ونكملوا صيفنا. عسلامة أنا أمل من ولاية توزر نحب نقول لكم شدوا دياركم باش تحمونا وتحموا صغاركم خاصة نجمع تجربة نسلم عليهم برشا ونقول لهم شدوا دياركم شد دارك ترشفوها القهوة البنينة في كل تركينة شد دارك مش لازم الصف الطويل باش نشريو الخبز لمتنا مع بعضنا تشبعنا شدوا دياركم باش نعيدوا كاملين مش القلب حزين والعين تبكي ونعيدوا ناقصين يعيشكم شدوا دياركم. لما اني اروي حياني سوسة تغليت فترة الحجر هذه وتعلمت نطيب برش حاجات بمنا ان شاء الله تونس ديما لباس شد دارك احمي روحك وحمينا فترة صغيرة وتتعدى وان شاء الله سنين كلها نصيفوا الجربة. عسلامة أنا بسيم سويسي من جزيرة قرقنة في ظل أزمة تشهدها تونس وسائر بلدان العالم بسبب فيروس كورونا لازمنا نشدوا دياتنا ونلتزموا بتوجيهات السلطات المختصة باش نجموا نحميوا رواحنا والعزيز علينا ونتجاوزوا الأزمة هذه بأقل الخسائر المادية والبشرية إن شاء الله يا ربي يحمي جربة ويحمي تونس الكل ونرجع لحياتنا العادية. عسلامة اسمي أمال مغربان ونعيش في جربة في الكونفينمون هذه تعلمت نعمل برشا حاجات كيما طيب حاجات جديدة نعمل سبور وننقذ روحي باش نصلحها ان شاء الله البريود هذه الصعيبه تعدى عليكم بالباهي اعطوك كيف تستغلوا وقتكم وعملوا حاجات تحبوها وان شاء الله يا ربي جربتنا المزينه ترجع للسياحه نتاعها وترجع للازدهار نتاعها وترجعوا تجوا بدينا ونجوا بديكم باي واغسلوا ايديكم مليح.
عسلامتكم يا جماعه، مرحبا بكم. انا خلود راكروكي، اعلاميه براديو لسافي. مسلم عليكم الناس الكل، بالله شدوا دياركم يا جماعه واعملوا كل الاجراءات الوقائيه كونتر كوفيد 19 كونتر كورونا فيروس، باش الناس الكل نجيبوا هالانتشار الوباء هذايا ونعديوا رمضان مع بعضنا ونعديوا الصيف زاده في جزيره جربه في البحار بحاراتها المزيانه والاماكن السياحيه المزيانه، وتاخذوا برشا تصاور مزيانه وسوفينير مزيانه تصحبوا بها ليكم انتم واصحابكم وعائلاتكم. كونفينمون زاده فرصه باش تلعب مع صغارك، ان شاء الله غدوه خير، ان شاء الله جربه خير. كيف تنجم زاده تمشي خدمتك ديستانس وانت قاعد في الدار تحمي روحك وتحمي عائلتك؟ هيك جاتنا الفرصه هذيك باش نقعدوا في الدار ونرجعوا نتفرجوا في الافلام الكل اللي كنا نحبوا نتفرجوا فيها، وهكاك تحمي روحك وتحمي عائلتك. يا ما زاده تنجم تتلاقى في الشجره نتاعك. نجم تعديها؟ بالموسيقى. عسلامة، أنا وسيم من جربة ونسكن في باريس. حبيت نقول للمساكنين في جربة اللي هذه فترة صعبة وإن شاء الله تتعدى، ماهيش أول مرة ولا آخر مرة اللي تتعدى فيها الجزيرة نتاعنا بصعوبات، لازم نعطيه ثقة في اللي يقول فيه العلم ونحترموا الحجر الصحي ونعملوا اللي لازم يتعمل. كلمة للتوانسة الموجودين في الخارج، اقعدوا في البلاد اللي انتم فيها، خاطر لا قدر الله نجم تكونوا سبب في عدوى نتاع عام قريب. إن شاء الله توفى البانديمي هذه ونرجع تاني كيف ما كان. Salut tout le monde, on a savoir un peu plus là. Habite un très la fazé en cool madrid dans le coin de Diarna. On se rend le bar de sport. Salut au Barça. Ou ان شاء الله ربي يحمي تونس وان شاء الله جربة سنه فيها سيزون توريستيك شبيبة ياسر كان حب ربي ان شاء الله. علي بيس. عاصمة، انا اسمي حنان نسكن في بولن. استغليت مدة الحجر الصحي باش نعمل الاكتيفيتي اللي نحبهم كيما سبور، نجري برشا بني، نرقد مليح، ناكل مليح، نتلي بروحي، نتلي بمخي، نتلي بليزيدي نتاعي، نتفرج حاجة تنفعني، نقرا حاجة تنفعني، المدة باهية نرقد فيها ربي، نتعلم، نتعلم، اون ميديت باش نخرج من الخوف اللي احنا فيه. وحاجة واحدة نحب نقولها لك، راك عندك 24 ساعة في النهار، نحي منهم 8 سوايع نتاعهم، الوقت نتاعك شنو عملت فيه؟ ما تخليش الوقت نتاعك يتعدى وبعد يجي اخر النهار تلقى نهارك ما عملت فيه حتى شيء. استغل وقت، اعطي قيمة وقت. حاجة أخرى، خلي ايمانك بالك، كل شيء يتعدى، جرب على نفسك. اوكي. من سلطنة عمان إلى تونس الخضراء إلى جزيرة الأحلام جزيرة جربة، اعلموا أن التزامنا بالحجر المنزلي هي ضرورة مهمة فرضتها الظروف الحالية، فبقاؤك في بيتك هو دلالة واضحة على وعيك الكبير بخطورة انتشار فيروس كورونا، كما أنه دلالة على حبك لوطنك ولمجتمعك ولأسرتك ولمحبيك، وهذه ما هي إلا مدة قصيرة لمستقبل صحي لتونس، لتونس وللوطن العربي وللعالم وللعالم أجمع. محبكم من سلطنة عمان عبد الله العلوي. السلامة، ازيكم؟ أنا اسمي بسنت من مصر، وحابة أوجه لكم رسالة صغيرة. تجربة الحجر الصحي اللي بيعيشها العالم كله تجربة شوية صعبة، لكننا تعلمنا منها حاجات كتير قوي، واتمنى كمان ان انتوا تكونوا تعلمتوا فيها حاجات مفيدة، والاهم من كده ان انتوا تكونوا سالمين وامنين. حافظوا على نفسكم وحافظوا على اهاليكم، شد داركم زي ما انتوا بتقولوا، خليكم في البيت عشان نزوركم تاني ان شاء الله. انا تجربة الحجر الصحي كانت بالنسبة لي جميلة، استعدت فيها ذكريات كتير جميلة جدا، ومن اجمل الذكريات دي كانت في تونس الكل، وكان تحديدا كمان في مدينة جربة. حابة ان شاء الله بعد ما تنتهي الازمة على خير ازوركم وانتوا سالمين وبخير. شد داركم وخلي بالكم من نفسكم، اشوفكم على خير. مرحبا، انا سوني من سوريا. انا مثل الحجر الصحي تعلمت
تعلمت كثير شغلات جديده ما كنا نحس صحي سيء ابدا تعلمت شغلات جديده فرجت عن كثير برامج مفيده طورت من نفسي طبعا انا ما كان عندي وقت ابدا للشغل اني اعمل هذا الشيء حتى اعتمدت بنفسي بعائلتي عملت كثير اجواء حلوه وراجعت كثير ذكريات منها ذكريات شغله اللي كنت فيها اجمل جزيره بتشوفها عيني وانا كثير حابه ارجع لها بالصيف ان شاء الله كرمال هذا الشيء بتمنى ان يكون كثير حتى تضلوا امنين نرجع الامن والامان لتونس نرجع نكتمل الجزيره الجميله حتى السلام عليكم ورحمة الله. حسين عبد العزيز من ليبيا. الكل يعلم أننا نحن الآن في حظر تجوال بسبب تفشي مرض فيروس كورونا، وأتمنى من الجميع الالتزام ببيوتهم، وما هي إلا أيام قليلة بعون الله وترجع الحياة إلى شكلها الطبيعي. وأعلمكم أنني من عشاق جزيرة جربة، وأتمنى من الله في القريب العاجل أن تكون لي زيارة في جربة، وأتمنى لإخوتي في جربة دوام الصحة والعافية بعون الله، وربي يجمعنا على خير إن شاء الله. رحيم المتحدث حافظ المغرب من موريتانيا. هذه رسالة بغيت نمشيها لأخوتنا في جزيرة جربة الجميلة اللي كان لي الشرف أني زرتها في ديسمبر 2019 في إطار فعاليات مؤتمر شباب سفراء السلام على الطرقات. كما تعرفوا العالم حالا يمر بمرحلة صعبة جائحة كوفيد 19، نرجو من الجميع الالتزام بالريكومنداسيون اللي عطيها منظمة الصحة العالمية بعون وزارة الصحة التونسية، وبحول الله إن شاء الله نتخطى هذه الفترة الصعبة وترجع تونس كما كانت درة المتوسط وترجع جزيرة جربة جزيرة أحلام إن شاء الله تعالى. عسلامة خالتي، أنا أخذكم أيام الجزائر. حبيت نقول لكم بالكم على أرواحكم، ما تخرجوش بزاف. إلا خرجت تخرجوا غير المرض والعلاج القضية أوبليغاتوار، وكي تخرجوا لبسوا لي ماسك لي غون، ديروا كاع واش لازم ديروا. إلا عندكم دراري صغار ما تخليهمش يخرجوا يلعبوا برا. إن شاء الله يا ربي محنا وتزول علينا كامل ونجوزوا رمضان بخير ونزيدوا نروحوا نجوزوا الصيف في جزائر الأحلام جربة إن شاء الله. مرحبا، أنا اسمي وعد شتايه من فلسطين. حابة أشارككم بتجربتي خلال فترة الحجر الصحي، إنه كل ما عم بقرأ كتاب عم بزيد المعرفة والعلوم عندي، فنصيحتي لكل الناس إنه نستثمر وقتنا بشي ينمي من شخصيتنا ويطور قدراتنا. وبدي أحكي كلمة كتير صغيرة لكل أهل جربة وكل الشعب التونسي، الحجر الصحي واجب ديني ووطني، فخليكم ببيوتكم. مرحبا، أنا أحمد الحسياني من السعودية. إلى الأصدقاء والأحباء في تونس، جربة بالتحديد أنا زرتها قبل فترة وأعلم أنها جزيرة الأحلام بروعتها وروعة أهلها. العالم اليوم لا يمر بخير في أزمة كورونا، وأتمنى أن تخرج جربة بأقل الخسائر، بأن تحافظوا على التعليمات السلامة وأن تبقوا في بيوتكم وتتجنبوا الاجتماعات والتجمعات. شكرا. Bonjour à tous, c'est Paul et Solène. Alors on vit à Lyon, voilà. On a rencontré Shafik à Djerba durant un super voyage. Et là actuellement, comme tout le monde, comme la plupart du monde, on est confiné. Et donc en ce moment, on rêve beaucoup de ce voyage. Donc restez chez vous, sauvez des vies et on pourra enfin repartir. Salam, ich bin Julia und bin halbe Österreicherin und halbe Tunesierin. Wie auch ihr glaube auch ich daran, dass wir es schaffen werden, gemeinsam Djerba wieder groß zu machen. Also, stay strong Djerba. Merhaba arkadaşlar, merhaba Cirba. Umarım iyisiniz, umarım her şey yolunda. Arkadaşlar bu zor zamanda sonucun farkında olmayınız. Ben Cirba'ya gelmek istiyorum bu yazın. Tatil orada yapmak istiyorum. O yüzden lütfen evde kalalım, çıkmayalım. Herkese iyi bakın. Bizim geleceğimiz size bağlı. O yüzden lütfen dikkat edin. Sizi çok özledik. Kendine iyi bak, hoşçakalın. Hola a todos, soy Ana y en este momento estoy en cuarentena en Canadá. Estoy aprovechando estos días para estudiar, cocinar y llamar a mis seres queridos. Hace dos años estaba en Djerba, haciendo una pasantía con Djerba Ansoli. Guardo un hermoso recuerdo de los atardeceres de Sikismur y en este momento me encantaría estar aquí de nuevo. Pero mientras tanto, Kenan Hadik Pasha Djerba. Aslema, es la doctora Elisa Shebbini. بابينا تشوف داري مش لحمي صغاري، أما ما نجمش على خاطر خدمتي في السيدة، أما أنت نجم تقع في دارك، ما عرف لي هيا الحكاية صعيبة عليك، أما بشوية عزيمة قدرة ربي تنجم، توا نصبروا ونلتزموا بالحجر الصحي، على خاطر السيف والخياع قرب.
تبحيرة في ليلة حضرية وسهرة في مليلة وخرجة راس الرمال. رانا متوحشين جدا الكل. ربي على خاطري شد دارك باش تحمي صغارك.